لمزيد من التفاصيل انضم الينا حول الموضوع من اسطنبول الشيخ احمد سعيد حوا عضو المجلس الاسلامي السوري. اهلا بكم شيخ الى هذه الجوله الاخباريه. بدايه، ما اهميه هذه الحمله والانعكاسات على مسيره العوده الكبرى التي دخلت الجمعه السادسه؟ حياكم الله اخي الكريم، الله يجزيكم خير. حياكم الله. ولا لا يخفى على احد ما انتهى اليه حال الامه عموما وحال القضيه الفلسطينيه خصوصا، والمؤامرات التي تحاك في مثل هذا الظرف من ضعف الأمة وتفرقها وضعف الأنظمة المحورية التي كانت إلى حد ما تتبنى هذه القضية بشكل أو بآخر، بل بتنا نخشى أنه هناك مؤامرة كبرى يعني لتصفية هذه القضية فيما سمي صفقة القرن. نعم. الشعب الفلسطيني بعطائه المتجلد يعني أذل الدنيا أولا بصبره وثباته وصموده طيلة المرحلة الماضية، لكن الشيء الجديد أنه العودة إلى فكرة العمل السلمي، المظاهرات، الاحتجاجات، المسيرات، جاءت فكرة مسيرة العودة الكبرى لتفضح حقيقة الكيان الصهيوني والمحتل، وأنه هذا كيان مجرم صادر أرضا وطرد شعبا. نعم. وأن من حق هذا الشعب أن يعود إلى أرضه، فكانت فكرة مسيرات حقيقة. إلى أي مدى برأيك شيخ أحمد، يعني إلى أي مدى من الممكن أن تؤثر هذه المسيرات في إفشال مشروع القرن أو صفقة القرن؟ وإحنا نظرنا أخي بالمقاييس المادية، قد يقال أن الآخرين قادرين على أن ينفذوا ما يريدون، لكن واجب الأمة وواجب الشعب الفلسطيني وواجب أهل المنطقة خصوصا أن يقفوا في وجه هذه المشاريع. وبغض النظر عن النتيجة، لابد أن نتحرك وأن نفعل شيئا، لابد أن تقول الشعوب كلمتها، لابد أن يسمع العالم. وأنا أظن أنه هذه المسيرات نقلت عبر وسائل الإعلام ووصلت إلى كل بقاع الدنيا، لابد أن يسمع العالم كله يعني هذه القضية التي يعني كادت أن تنسى، أن يسمع العالم أن هناك أرض محتلة وشعب طرد وهجر من أرضه، وبالتالي نعيد إحياء هذه القضية ربما في نفوس أهلها أولا، في نفوس العرب والمسلمين ثانيا، وثالثا عند أحرار العالم كله. نعم شيخ أحمد، يعني الحملة التي أطلقت من قبل علماء الأمة، هل من الممكن برأيك أن تجعل لهم دور محوري في القضية الفلسطينية، يعني إعادة تفعيل دور علماء الأمة فيما يخص القضية الفلسطينية؟ هو لا شك أخي الكريم، دور العلماء يعني هام في أي قضية من قضايا الأمة، وبالذات إذا كان الحديث عن قضية محورية مثل قضية فلسطين. أنا لا أتكلم أو ما أظن أن العلماء يعني تصدوا لهذا الأمر أو قاموا بهذه الحملة بغرض يعني أن يظهروا على الواجهة أو أن يستعيدوا شيئا من دورهم. الدور المطلوب كبير والعبء كبير، لكن أنا أظن وأرى أن العلماء قاموا بهذه الحملة استشعارا للواجب الشرعي أن يكونوا مع أهلهم وإخوانهم، أولا ببيان مشروعية هذا النوع من المسيرات والاحتجاج ضد الاحتلال الصهيوني وجرائمه المتكررة، وثانيا من باب يعني المساهمة أيضا في نشر هذه القضية من الناحية الإعلامية، وثالثا من باب حث الشعوب العربية والإسلامية على القيام بواجبها. نعم. وشيء من الدعم والتأييد لأهلنا في فلسطين. نعم، أمام هذا الواقع العربي الرسمي والشعبي، على ما من الممكن أن تعول اليوم بإعادة القضية الفلسطينية حتى تكون قضية العرب والمسلمين المركزية؟ يعني كل محاولات تميع القضية الفلسطينية ومحاولة التصفية، هل من الممكن اعتبار القضية الفلسطينية أنها ستعود إلى مركز قضايا العرب والمسلمين في المنطقة؟ نعم أخي، هذا أملنا بالله. التاريخ شاهد، وكما يقولون التاريخ يعيد نفسه، وهذه الأمة ولادة، وهذه الأمة وهذه الشعوب تحمل المفاجآت الكثيرة بإذن الله، ويقيننا بالله سبحانه وتعالى كبير. وكما كانت هذه القضية المحورية عبر التاريخ ستبقى أيضا، بل ستكون أو ستشكل الرافعة لهذه الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى، وكما كانت يعني تضحيات الشعب الفلسطيني محركة لثورات الربيع العربي. أنا أظن أيضا أن هذا الحراك الجديد سيولد أو يشكل دفعة أخرى وجديدة للحراك العربي والإسلامي لتعود القضية إلى واجهتها. قضيتنا أخي الكريم قضية حية بإذن الله، لكن ربما خذلها أو أكثر من خذلها هم حكام
هذه البلاد الطغاة المستبدون. نعم. الآن ربما تستعيد الشعوب شيء من زمان مبادرة في مثل هذه التحركات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم. الشيخ أحمد سعيد حوا عضو المجلس الإسلامي السوري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.